لقيت واحد الدار بواحد الثمن رخيص جدا. من كيفاش هاي راجلك يسلفوك فلوس باش تشري دار؟ الله يحفظ. وقفنا على الطلاق، راه كياخذ هو النص وانا النص، قانون الوقت والزمان. هذا الوقت والزمان انا كندير في سميتي. المرا دارت هكا كيتزوج وجرى لها ويبقى هو في داكشي ديال يعني فلوس العيد مسلفه من عند شيخي وباقا ما رديتش لي. بغيت نجاوب غير على واحد الحاجه كنلقى بزاف في لي ستوري كنهضروا عليها حتى في شي فيديوهات، القضيه ديال كيفاش عائله راجلك يسلفوك فلوس باش تشري دار وما يعطيهم زعما لولدهم، فيهم يعطوه لولدهم يشري ولدهم دار. زعما علاش يعطوك تي ويخلي ولدهم وراجلك ما يخلصش معاك كريدي حيت دارك واش دابا نتوما كنهضر على باغا نشري دار انا وصاحبتي، والدين صاحبتي غيعطوني انا باش نشري الدار وما يعطوش صاحبتي. راه ماشي صاحبتي هذا ولا معرفه، راه راجلي، راه حنا واحد. الا شريت الدار انا صافي دير كي هو شرى الدار، غير حيت الرجال ما فيهمش الثقه اختي نديرها في سميتي فقط. شريت الدار دونك راه ما شرى الدار، والدار اللي غيشري هو من هنا قدام راه داريتها انا تو سامبلوم. يعني علاش يعطوك تي ما يعطوش هو؟ راه الا شريت انا راه شري ولدهم، راه لا ميم شوز. ما فهمت يعني الا نتوما كتشوفوا رجالتكم ملكو ملكو يعني ملك ديالو ملكو والملك ديالك ملكك، ما عرفتش انا ما عنديش هاد القضيه. يشري راجلي قصر غنفرح حد ديالي حتى انا، وهو يشري انا قصر ولا فيلا ولا دار ولا طوموبيل غادي يفرح ليا، حيت بحال شراه هو. رحنا بجوج، رحنا كنفيقوا الصباح على نفس الوساده وكنعسوا في الليل على نفس الوساده، راه فين كاين انا فين كاين هو. لا شريت انا فيلا دابا فاش كنت باش نمشيو ندوزو عطله، راه غنمشيو في الصيف ندوزو عطله، وشريت دار هنا غنجيو بجوجنا نديرو دار. وعمرو يدير شي دار سميتو هذا باش ديروه في بالكم، اي حاجه دارها غدار في سميتي، هادي نكونوا واضحين فيها هكا يعني. واخا الله يحفظ وقفنا على الطلاق، راه كياخذ هو النص وانا النص قانون تركي، واي حاجه شراها في سميتو لو وقفنا على الطلاق عنده النص وانا. يعني بعيدا عن مساله الطلاق او لا كذا ولا تبقى شي حاجه، الله يحفظ من بعد ما يكون طلاق اش بغيتي في الملك؟ من بعد ما هاد العائله غتهدم كاع اش غديري بالملك ولا النص؟ يعني الوقت والزمان، هذا الوقت والزمان انا كندير في سميتي. كاينين العيالات اللي مقرصات بحالي، وكاينه اللي كتقول لك لا تقدر، كاينه اللي كتشري كلشي وديروا الراجله في سميتها، تشري بفلوسها ولا نابورت كو وديروا في سميتها، وفي الاخر كتبقى في الوسط بدون والو. وعارفه شحال من مره دارت هكا كيتزوج وجرى لها ويبقى هو في داكشي ديالو. يعني انا ماشي على قبل شي حاجه، ولكن الوقت والزمان، وهذا تكون دار في سميتي، اي حاجه تكون في سميتي. انا كنفكر بحال هكا. شي نقطه اخرى كنت بغيت نعقب على ديال علاش عطاوهم لك انت؟ انا ما كانش عندي الفكره ديال نشري دار حاليا، ما كانش عندي الاستطاعه اون فيت. يعني كنت يلا حال المحل، الفلوس اللي عندي مخسورين، المحل باقي ما كيجيبش ربح، يعني داكشي اللي كيجيبو يخلص كرا وداكشي، وما كانش عندي الامكانيه ديال الدار، وما كانش فكره ديالها ديال دابا المدى البعيد من هنا العام نجمع ناخذ. ولكن حاليا ما كانش عندي فكره. راه كنت باغا ندير لكم فيديو على هادي، المهم ما صابرينش. لقيت واحد الدار بواحد الثمن رخيص جدا، من بعد نعاود لكم الديتاي. بديت نطير ونزل، قلت والله تنشري وما عنديش درهم، كيف قلت لكم يعني فلوس العيد مسلفه من عند شيخي وباقا ما رديتش لي. عيط لواحد صاحبتي حتى نوريها لكم من بعد، دابا ما بغاش نقول. عطاتني 9 مليون كاش كامله، فوجد عندي بقى خاصني يعني بحال وجد عندي التصبيق ديال الدار هنا، التصبيق كيخلصوا دي من هكاك 10 مليون، وجد عندي التصبيق هكاك. وليت كنطير ونزل باش نكمل الفلوس، مادام انا عندي الفلوس انا كمجله. بديت كنعيط صافي، عيطت ليه وكنقول لهم عاونوني باش نكمل. عمر تا هو عيط لعائلته كيعاوني باش نكمل باش ناخذ الدار، وعطاونا. ما يكون كان عمر مثلا دابا كان عنده واحد التصبيق جامعونا ويشري دار، عيط لعائلته نفس الحاجه وغيقول لهم عطاوني سميتو باش نكمل باغي نشري دار، وغيعطيو لك عاوتاني كنت غندي تما ونديرها في سميتي. نفس الحاجه ما غتبدل حتى حاجه. يعني جاتهم غريبه، خاولة علاش ديريها في سميتك انت؟ علاش يعطيوك دارو هو والدي؟ علاش يعطوك الفلوس وخوتو وداكشي وديري الدار في سميتك؟ انت اصلا كيعتبر راسها بحال بنتو.
العروسه عندهم يا بنتهم كثره بالضبط. انا بعد عائله راجل كنشوف في الاكراد يشدوا العروسه شتي كتطلق من ولدهم، يجريو على ولدهم الا دار فيها شي فوت، وكيشدوا البنت كتعيش معاهم واحفادهم، ويجبروا ولدهم انه يبقى يصرف عليها عندهم، ما يصيفطوهاش عند دار باه واخا طلق. والجمله الاخرى اللي قالت البنت، وراجلك غيعاونك في الكريدي وهو ما كتبهاش في سميتو. يعني انت يا راجلك واقيله الا شريتي شي طوموبيل ولا شي حاجه في سميتك ما يعاونكش باش تخلصيه في الكريدي. ما كايناش شي حاجه بحال هذه في الدنيا، ما بقاش الزواج. كتزوجوا علاش؟ في السراء في الضراء، تاكلوا الجوع الخبز حرفي بجوج، من يكون الخير تشاركوه بجوج، يكون اش غنقول لكم، الحياه رفاهيه تشاركوها بجوج، كان الجوع غتبقاو بجوجكم بالجوع. وانا اللي كنعرفو راجل راه يوكلك انت داك طرف الخبز ويبقى هو بالجوع، لا ميم شوز، غيبقى يعاونني نكمل الكريدي ديالي انا وراه الدار ديالي. وحتى انا كنعاون راجلي، يعني من نهار تزوجنا، نهار تزوجنا عام الاول ما كان عندي حتى خدمه، ما كنتش كنتخلص من يوتيوب، هادي راه وريتاني باليوتيوب ستوديو، ما كنتش كنتخلص العام الاول كامل، ولكن من ورا ما بديت كنتخلص من يوتيوب حتى انا كنعاون راجلي. طبيعي هادشي، هذا هو الزواج. انا فرحان وفرحان بزاف بزاف، وما قداني فرحه كيف كتشوفوا انا في مطار محمد الخامس، ليموسيون طالعه بزاف. بغيت غير نقول لكم انا ما غاديش نسافر، انا غادي نستقبل ميمتي الحبيبه ديالي، ماما اللي توحشها بزاف وتوحشها وتوحشها، حتى ولا وحش هيدر. اش غادي نقول لكم، هما جايه ماما وخويا من الميريكان، راه الطياره حطات دابا وتبعتهم بالابليكاسيون. خويا وماما بعدا اللي ما شتاش عام، قريب يدور العام علينا عام، وخويا اللي ما شتوش مده 10 سنين باسباب لا يعرفهم الا هو وبحكم العمل وداكشي. دونك خويا اللي فضلوا عليا كبير وفضلوا على حياتي كبير، وعلمني كيفاش نصلي كيفاش نقرا، علمني كيفاش نعول على ذاتي. الخروق ديالي فاش كنت صغير كان كيصبنهم، ما كانوش لي فوش، كانوا الخروق. فرحان بزاف، وانتم تشوفوا توحشهم بزاف بزاف، وبغيت نبارطاجي معكم هادشي لانه ليموسيون فريمون طالعه بزاف، وانتم هما السند الاول والاخير. تبارك الله عليكم. فرحان حيت غيجيو، فرحان حيت غادي يجيبوا البوالز، صراحه البوالز زوينين، كيخليوك تفرح مع عائلتك، سورتو لما كانوش فيهم الشعريه، وما كانش صابون بزاف، وما كانش القهوه بزاف، كان بياس. ويلي ويلي البوالز خاصو يكون بياس، ما تكونش صابون. خويا راك كنتي جايب الصابون والشعريه، ازيدو واحد 5 سنين اخرى. اخويا انا عارفك كتشوف ستورياتي، راه طالع عليا البوكي بالف ريال، عرفتي نلقى القهوه ونلقى الشعريه ونلقى الصابون، نعط الورد انا ناكلو، ندير في راسي شي حاله. انت الروح اللي حياتها الحاني، انت اللي عطيتي لكلامي معاني، انت القوافي اللي حلات لساني، وانت هي النوطه اللي سحراني، ارضي انت وقلبك موطني، نفديك بعمري قبل ما تساوميني، نفديك بعمري قبل ما تساوميني، كلام العالم كله ما يكفيني، نوصف في احساسي من اللي طميني، نخلق من جديد من اللي كنشوف الابتسامه، وين ماما تقول لي ولدي على السلامه، كتحييني من اللي تهمس بكلامه.